لماذا أغفر؟ أحبائنا المشاهدين، أجمل عبارة بنسمعها هي يا ابني مغفورة لك خطاياك، أو يا ابنة مغفورة لك خطاياك. لماذا أغفر؟ أغفر لأن الرب غفر لي. مكتوب: الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فلولا غفران الله من خلال ذبيحة المسيح لهلكنا جميعا. فالغفران هو تعبير عن محبة الله الغير محدودة، وعن نعمة الغنية وعطايا التي لا أستحقها، عن قلب الحنون والرحمة الممدودة للإنسان. عدم الغفران هي خطية في حق الله وحق نفسك وحق الآخرين. اسمع ما يقوله الكتاب: الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. غفران الله بلا حدود. مكتوب: وإن أخطأ إليك 7 مرات في اليوم ورجع إليك 7 مرات في اليوم قائلا أنا تائب فاغفر له. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات، أي بلا حدود. أي إنه الرب لغى كل دين الخطية. لذلك لا تعد الإساءات، بل اغفر ثم اغفر، لأنه شرط لاستجابة الصلاة. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. مكتوب أيضا: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. فالغفران شرط مهم لاستجابة الصلاة. ثم الغفران هو القناة لبركات الله. مكتوب: ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. عدم الغفران يحجز البركة، فتصبح حياتك عقيمة مهزومة وفاشلة. قال النبي داود: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. ثم نرى النتيجة: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني علي. فالغفران يشفي أعماق النفس ويمنح السلام الكامل. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، ويرجع الأمل المفقود، ويغمر القلب بالمحبة الصادقة والطاهرة، ويغمرك بالفرح المتدفق، يشفي العلاقات واسترجاع الشركة. ثم الغفران يحررك من الزنزانة المظلمة، من السجن، من العبودية، من سم الغضب والمرارة القاتلة. والغفران يقودك إلى الشفاء الكامل جسدا ونفسا وروحا. فقط الضعيف والمتكبر جدا لا يغفر. الغفران لا يعني كل الأمور على ما يرام مع الطرف الآخر، وليس فقط ما نفعله مع الآخرين، بل مع أنفسنا أيضا. إما أن نبقى ونتغذى على آلامنا وتعاستنا، أو نتخلص منها.
اغفر لنفسك، اغفر حتى لأعدائك، لأن هذا يجمع جمر نار على رؤوس أعدائك. فالغفران هو إرادة، فدرب إرادتك. الغفران صفة القوة الداخلية، فالضعيف لا يقدر أن يغفر كما قال غاندي. الغفران يحرر من الأذى ويخفف من حدة الغضب والتذمر والحنق والسخط والامتعاض والضغينة. الغفران يقود إلى الحياة الإيجابية والأمل والثقة، ويحررك من الأمراض الجسدية والنفسية والروحية. مكتوب: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا. إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح، هكذا أنتم أيضا. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. اغفر حتى تحصل على السلام والراحة النفسية. اغفر حتى لا تكون أسير الماضي ولا ضحية المستقبل. اغفر حتى تحصل على قوة لمواجهة الحاضر. اغفر حتى ترى بعين يسوع الذي أحبنا إلى المنتهى. اغفر حتى تنال حرية لشخصك وللمسيئين إليك. دعونا نصلي. يا رب، نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا وسترت عيوبنا، بل بررتنا أمامك. يا رب، اشفي كل شخص مقيد بعدم الغفران. حرر كل أسير من زنزانة الماضي المثقل بالشكاية وحب الانتقام. قود كل شخص إلى الحرية الكاملة في اسم الرب يسوع. آمين. إذا صليت معي، أحب أسمع منك.